السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم وجبنا لكم تحدي رهيب. فكرة التحدي ببساطة، عندنا سهم، كل واحد يجيه الدور يرمي السهم على هذه اللوحة. اللوحة هذه فيها مأكولات او اشياء تحطها وصفات تحطها على البيتزا، تحطها على البيتزا حقتك انت وحظك. بس قبل ما نبدأ لا تنسون زر لايك، يعني كل واحد له بيتزا واختار مكوناته. ايه بالسهم هذا ترميه وانت حظ، والمكونات فيها شيء كويس وشيء زي ما انتم تشوفون، يعني حب حار، طماط، بطاطس، كل شيء موجود، كل شيء. بس لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. خلوني اوريكم وش البيتزا الموجودة، كل واحد يختار بيتزا سادة الحين. يلا اوريكم. طبعا زي ما تشوفون هذه البيتزا حقتي سعود، وهنا سعد، عبد الله وعبد الرحمن الكينج. البيتزا فاضية، خلوني اوريكم اللوحة لان فيها شيء مرة مهم. في شيء مهم باللوحة، اللوحة هي فيها مكونات، لكن في ناس بيشوفون البيتزا، البيتزا عبارة عن تاخذ أي شيء من المكونات. طيب الآن دردحهم ونقول بسم الله، أول واحد يضرب بالسهم. أنت ايش تبي الحين؟ أبي بيتزا. يبي على طول بيتزا. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. تمر طلع له تمر. تمر. الحين حلوة. يلا. يلا يا دحوم، هذه البيتزا حقتك وطلع لك تمر. نقول بسم الله، بيتزا بالتمر، يا السلام. ترى حلوه. صارت لك اربع تمرات كذا. طبعا الحين دور عبد الله، طبعا الهدف من هذا التحدي عشان نجرب نكهه جديده للبيتزا ونشوفه. طبعا بناكلها كلها، كل البيتزا اللي بنسويها بناكلها في نهايه التحدي. نشوف طعمه، طعمه حلو دائما تصلح. اختراع طعم جديد. يلا عبد الله دورك. واو طماط. حلو حلو الطماط. والله بجيب لك. هاي ابو تمر، يا تمر بيتزا بالتمر حلوه. ما طلع لي شيء، يلا عبد الله تفضل الطماط. هذا الشيء والله بيتزا بالطماط حلو صراحه، يعتبر حلو. اما الان مع البطل. الله يسلمك، انا ابي بيتزا صحيه. حلو، اشوف تفاح عندكم وكذا. ايه عندك تفاح. يلا والله ما ادري ايش تختار انت. بغمض. يلا. الله، حب ايش مبسوط؟ حب يس. ما حد قال يغمض، ما حد قال يغمض. ليش تغمض؟ بسوي واضح. شوفوا يا حبيبي، خذها خلاص، ترك تمرة. تمام. يلا يا سعد، هذه البيتزا حقت سعد. اول شيء طلع له الحب حر و كم حبه؟ أربعة اقل شيء أربعة. بالك شيء انت؟ جبن. جبن تبي؟ جبن من اولها. جبن كثير. جبن. كلهم حظ يا اخي، يختارون الليبون. بس شوف تمره. اسمعني اسمع. انت كنت تبي اللي في النص صح؟ جتك تمره، عاد ايش تسوي؟ وجتك حذر. انا الحمد لله هذه البيتزا حقتي، اول شيء طلع لي جبن. لا تكثر. لا يعني على حسب. لا تكثر، تكفى. انا ناوي جبن. تكفى سعود، لا تكثر. بس شوي والله واجد. ها على فكره بعطيكم معلومه، ترى اكثر ناس ياكلون بيتزا بتمر. هذا اختراع جديد هذا يا شباب، هذول كوكب زحل. يلا يدحهم دورك للمرة الثانية. أبغى بطاطس. بطاطس يلا. بطاطس بالتمر قصدك. خش. خش يا أخي. ها. ضربتك والله زين. وزين خش. زين زين مع تمر. بالعكس أعطي نكهة نكهة جديدة. يلا يدحهم، هذه حق الدحم تمر مع شوية خس. وشعورك؟ والله شعور يا أخي. حظ نحسه. يلا عبد الله بسم الله. بسم الله. الله شوكولاته. شوكولاته. ايش يا ابوي؟ ايه حبيبي حس فيني. والله يا شيء مخيف. هذا الشيء اللي حاسين مو بدون. هذا الشيء اللي بيدمر البيتزا حقته الشوكولاته. والله طعم. اخيرا. الله شوكولاته. الله. مع طماط. معليش. يلا يا سعد، اسجاك اول شيء. انا جاني فلفل، بس معي الفلفل مقبول من البيتزا، فهمت؟ طيب يلا. انا ما ابي شوكولاته واشياء. يا رب حلاوه. بسم الله. ركز فيها ترى والله ابي بصل. الحمد لله. الصعب والله. والله اني ابي بصل. بس ما قلت لكم. ابي هاي جاهزي، وش جابك انت هنا وش جابك هنا؟ الصعب والله. والله اني ابي بصل والله. وش قلت؟ ما قلت شيء. صرفها ترى. قال اول شيء، قال ابي شيء. هذا انا فلفل. بس فكرت انا بيني يقول لك ما صورتها على كيف. يلا بسم الله، حط بصل، حب حر بصل. والله انها ممتازه للان. والله والله حلو. هو اشطر بيتزا. يلا الان دوري. وش تبي؟ ابي كورن فليكس. صدق والله؟ اي والله. وخر عني وخر. اذا شيء انطبخ يمكن يسجل. لا ما عليك. بسم الله يا رب حلاوه. يا رب حلاوه.
الله 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 الله. لا عاد مع الفرن يلي جيبونه كورن فليكس خليكم معي. والله العظيم ما ادري ايش تبي. بسم الله هذا كورن فليكس. انا ما ادري ايش جوك صراحه. انا ناوي طبخه جديده ان شاء الله، نكهه جديده تشوفونها في المطاعم بعد. كل واحد بياكل حقته، ما فيه تعب لا تاكل بس. بس في يعني تاخذ قطعه. عبد الله انت؟ لا 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 انا حقتي ماني موكل احد يا اخي. خلنا ناكل معك يا اخي. يلا يا دحوم يبغى شيبس. وش حبيبي حبيبي اجيبها والله شوف بعد هنا يعني حوالي 90 80 يلا هلا يلا يا دحوم حط الشيبس. الله تمر خس لك تعدل الان. اما الان دور عبد الله ونقول بسم الله. تدير ايش بالي؟ جزر جزر. يلا الله يا اخي يا اخي يجيبه جزر. لحظه جاهل العشب حق الجزر. اقول اقول لا 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 خلاص بس جزر. يلا يا عبد الله هذه بيتزا حقته. الحمد لله انا قايل لكم اني صحي مع قليل من. يلا يا سعد شوفوا بقول لكم الحين عشان ما حد يصيح. ذره ذره يلا تحداك تجيبها ثم ما شاء الله طلع الثوم يا شباب. ثوم جيد غصب غصب ترى جيد والله. ثوم زين زين. يلا بسم الله كلش حار بصل فلفل ثوم. يا هذه انا اقول الله يعين اللي بيجي جنبي بعد ما اكلها. اذا ما جبت وراه ولا بصيح ايش توك البيتزا يا اخي مختلفه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوه جابها يا يس. وش فيك من قريب مني؟ صدق صدق والله ترى من اول محاوله كذا بوف يجيبها. شو يقول تبون ماذا؟ ما شاء الله على الطرف طق والله على الطرف. لا جابها جبتها. يلا بسم الله هذه فراولة. شوف حلوة بس لو بدون جبن والله بيطلع حلو صحي. ما عليك. ها بسم الله يا رب. يلا صدق. اوه عادي صح؟ ايه تفاح اخضر يا شباب اللي في الكنترول تفاح. والله شوف شوف اهم شيء الطعم بس الحظ عادي. واضح وجهك ما ادري ايش تقول. شويها شويها اي والله شويها. هذا التفاح وهنا الدحوم البيتزا حقته. يلا يا عبد الله نقول بسم الله. وش باخذ؟ اخذ ذي. شوف 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 شو المخ. يلا واحد اثنين ثلاث. الله اوه بطاطس. ايه بطاطس الحمد لله. يا سلام هذا اللي يجيك يعني مع البيتزا. يا والله الحظ انا وياك وسالم انه والله حلو حظك. لا الله يا شيخ والله العظ. يلا هذا بيتزا عبد الله. بسم الله الله هذا هذا اللي بيغير بطاطس. الله يا الله وش اختار؟ يلا جاب بيتزا يختار اللي يبي. اقول اخر بس وش اختار صدق؟ يلا اختار اللي يبي. شوف شوف مفهم زيتون زيتون ذره ذره. اه زيتون زيتون يا سهل. ما زيتون زيتون. يلا يلا ما ما تمره تراك. سعد اختار زيتون ويقول بسم الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله على البيتزا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله رهيبه. طيب وش اختار؟ والله انت توترت سعود. والله البيتزا حلوه. لا لا شوف شوف اسمع اسمع انت حقك فواك شيء صحي. سعود كمل مكسرات ترى فيه كاتشب. كاتشب لا لا كيفك كيفك والله كيف والله ما شاء الله. اوه يا اخي بسرعه والله كذا شيخ بسهوله. شلون شلون قلدني؟ اقلدك؟ لا انا اطلعها فما انا اقلد. انا ما ادري صراحه وش جوك. لا يعني كاتشب كورن فليكس ما جبن. يلا يا دحوم. جبن! جبن! جبن كان يبي نوتيلا جبن. احسن جبن جاك جبن. يلا يا دحوم حط جبن. عادي عادي. اه جبن وتمر وتفاح. يلا يلا بسم الله. الله! فلفل بارد الحمد لله. انت كنت تبي فلفل بارد؟ والله ايه. انت جرب الطعام وبتحكم لا تستعجل اصبر. يلا انا حلو هم عليك. انا اصبر لا فراوله مع كاتشب احسن شكل. يلا تفضل تفضل. انا بكثر هنا عشان الكتكات حب حر بارد. ها سلام بصل ثوم نقصها بخاري. والله كنت جايب بخاري رز. يلا يا سعد والله واجد سعود وجاك دب البصل الحين. سعود مفروض يكثر. والله قد جاك بصل والحين بصل. يلا بسم الله مكسرات. الله يا اخي شلون 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 تمر. طب اسمع اذا جاني اذا عادي انت اختار لي. عادي تلعب لي. انا تلعب لي. انا
صديق 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 الحين. والله حلوه والله حلوه شاي تنافس تنافس صحيه كلها حلوه لكن كاتشب. لا والله خراب. اخر جوله بنلعب واحنا مغمضين. يلا بسم الله. يا ويلك غمض. بطاطس بطاطس حبيبي كيف حبيبي ترك ما شفت وش كذا بطاطس وبطاطس ونحط البطاطس. يلا عبد الله انت غمض. تفاح تفاح اخضر ترى حلو الواحد يحلي مع الشوكولاته. الصحه الصحه يا شباب. يلا يا نعاش. شوف انا كلش حلو ما بخرب اخر شيء. يلا بسم الله. يا الله كورنكس معزوم مع بصل ومع زيتون مع ترى يعطي لذه لذعه هنا. يلا حط كورنفليكس مع البيتزا حقتي. ما بكثر شو تكفى. خلاص يكفيك. مارشميلو تحداك. نوتيلا نوتيلا نوتيلا. مارشميلو تحداني. حلو حلو. مش مارشميلو. وبسم الله هذا النوتيلا. سعود حطه في الوسط احسن لك. يا اخي هي حلوه بس الكاتشب. ايش بجي مع الكاتشب؟ الكاتشب ما ادري وش. والله سعود البيتزا حقتك حالي. طيب وصلنا للنهاية. هذا الشكل النهائي للبيتزا حقتي زي ما تشوفون. هذه حقت سعد والله ما فيها شيء الحمد لله. هذه حقت عبد الله وهذه حقت عبد الرحمن. الآن راح أروح المطبخ وبنجيكم. خلال عندنا ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. طيب زي ما شفتوا والله ما شاء الله الشكل يشهي بعد ما ضبطنا البيتزا. شوف أنا شوف حقتي. نبدأ باليسار. نبدأ باليسار بسم الله. هذا حقتي بسم الله. اقطع سعود. اسمع الصوت. والله ريحتها حلوة. حتى صدق والله حلو. والله والله هي حت حقتها بانكيك. بسم الله. الله بسم الله. صوت والله هي طعم نوتيلا. يلا يا عبد الله. هذه حقت عبد الله. الله سلام. والله حقتي طرمش. هذه حقت عبد الرحمن. يلا قص اضغط قوه. انت بالتمره انت. والله جاي. اوه والحين حق سعد يقول بسم الله. الله السلام. طوم حم حم والله رهيبه. طيب الحين كل واحد بياكل بيتزا حقته واحلى عشاء في الحجر المنزلي. بيتزا رهيبه. حسينا مقرمشه يا اخي صدق. ندمت على شيء اني ما حطيت جبن. جبن؟ انا حاط جبن. حط والله مره حلوه بس التمر مخرب. مقارنة عادي. والله ودي ادوب من عندكم. شكلها مو بلحم دي. والله يا سعود حقتي بالكت كات. حقته والله حلوه مره بس التمر مو زين. التمر خبر. ايه بيجيبون حقتي الحين. والله حلو. ان شاء الله عجبكم التحدي. بنكمل اكل. لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناه. شوفوا ان شاء الله في التحدي الجاي. مع السلامة. يا سلام. Everywhere we go, everywhere we go.